والآن إلى سوريا، حيث يعيش نازحو إدلب أوضاعا مأساوية قاسية. نازحو إدلب فروا من هجمات النظام السوري والروسي عليهم. هذه الحملات المستمرة التي يشنها النظام السوري أدت لموجات مستمرة من النزوح. النازحون فروا من الموت ليجدوا في انتظارهم ظروف الشتاء القاسي التي تجعلهم أكثر عرضة للمشاكل الصحية وسط انعدام وسائل التدفئة والخدمات الأساسية. الآلاف من نازحي إدلب يعانون مشاكل التغذية والمياه وظروف الشتاء القاسي التي أدت للعديد من الأمراض. قسم كبير من هؤلاء النازحين لا يتمكنون من الوصول للمراكز الطبية والاستفادة من خدماتها. معي للحديث حول هذه الأوضاع فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أرحب بك فضل عبد الغني. ما هي المعلومات المتوفرة حاليا عن أوضاع النازحين وآخر موجة من النازحين من ريف إدلب نتيجة الهجمات المستمرة للنظام السوري والروسي على ريف إدلب؟ يعني تقريبا معرض النعمان أصبحت خالية، ومثل ما بتعرف أنه معرض النعمان هي بالأصل الناس نزحت إلها وأثار الهجوم الوحشي ودمرت أغلب مدينة خان شيخون وموري بالحملة الماضية، ونزحوا إلها واستقروا، والآن صار في هجوم على المدينة. هلأ كمان مدينة خان شيخون كانت قبل، وهذا ما كثير بينذكر على الإعلام وكثير ناس ما بتعرفه، أنه كان النظام هو بالفترات الماضية قبل هي الهجمة الكثيفة اللي تركز ربما الضوء عليها، كان عم يشن هجمات على قسم الجنوبي الشرقي وجنوب الغربي. هلأ وقت بلشت فكانت هي المناطق يعني بالمدينة أغلبها فاضية. هلأ وقت بلشت الحملة الشن على أغلب المدينة، وطبعا هي بتحتوي يعني أعداد هائلة من النازحين، فكلهم هدول نزحوا. هلا كمان النظام ما اكتفى بهذا الشيء، لا هو لاحق انه احنا سجلنا عده عمليات قصف على مخيمات للنازحين، هي اول شغله، يعني بعد ما استقروا تحت البرد وتحت المطر تحت الشجر انقصفت مخيمات. ثاني شغله سجلنا الناس وهي عم تنزح في حادثتين لقصف لقوافل النازحين نفسها. شو يعني هذا التفكير؟ هذا هو نعم. التفكير اللي عم يتعامل فيه النظام الروسي هو التفكير المافيوزي، تفكير العصابات، وليس ابدا نظام متوحش. تجاوز فضل هل متوحش. هناك احصائيات الان عن عدد النازحين في الموجه الاخيره من النزوح نتيجه حصار النظام السوري وهجومه المستمر على معره النعمان؟ هلا بشمال غرب سوريا الان تجاوز عدد النازحين 400,000 شخص، اغلبهم اتجه نحو شمال اكثر يعني. وطبعا الكارثه الاكبر كمان انه هن هي الناس ما عم تعرف لوين شو خط النهايه تبعها، ما في خرائط واضحه، ما في تصريحات واضحه بيقولوا انه هون في نقطه مثلا مراقبه تركيه بتتفاجئ انه النظام وصل لنقطه والروس وصل لنقطه، وهي نقطه المراقبه المفروض انه تكون نقطه حمايه، انه هون الناس امنت استقرت بلشت تشتغل استاجرت بيوت، بتتفاجئ انه لا هذا ما عاد في هذا الثقة. ما السبب من الناحية الإنسانية يعني ما السبب في عدم قيام الجهات الموقعة على هذه الاتفاقات بالتزاماتها الإنسانية بالشق الإنساني؟ وهل تقوم الأمم المتحدة أيضا بدورها في إلزام كل الأطراف باحترام تعهداتها؟ الأمم المتحدة هي عطول بس عم تطالب، لكن ما في شيء عم تقوم فيه هو بمعنى شيء إلزامي، وحتى المطالبات والتنديدات هي ما عم تكون على مستوى الحدث بالحقيقة على الإطلاق. من هذا من جانب الأمم المتحدة المفروض أنه يكون في مؤتمرات خاصة من المفوضية السامة لحقوق الإنسان، ما عم نسمع صوتهم، وهذا نقد كبير كثير منا نحن حقوقيين تجاه زملائنا بالمفوضية. هذا دورهم أنه تسليط الضوء بشكل دائم ومستمر، ويكون في مؤتمرات صحفية للأمم المتحدة والضغط على هي الدول توفي بالتزاماتها. هلا من الناحيه السياسيه خلينا نقول هذا اتفاق سوتشي ومسار الاستيتانة، الناحيه الانسانيه هي المفروض تنقض الاتفاق نفسه وما يكون ما يعود في اتفاق، لانه الاتفاق هو تم خرقه عشرات المرات عبر القصف وقتل المدنيين، فما عاد في اي معنى لهذا الاتفاق، لانه الاتفاق بنص انه هاي مناطق يعني صار هو التندر للسوريين، هاي مناطق خفض تصعيد، هي مناطق صارت تصعيد وحشي، وايضا هي مكنت النظام انه هو ينقل قواته من منطقه لاخرى ويسيطر عليها وحده الا ثانيه، انه هو عنده عجز بالقوات، وبالتالي هي الاتفاقيات
مفروض يتم وقفها ونقضها، وايضا انه هاي المناطق اللي هي خرجت عن سيطره النظام، النظام عم يشن عليها هجمات على طيب. وبالنسبه للمناطق فضل التي يسيطر عليها النظام، يعني حسب معلوماتي عدد قليل جدا من الناس يفضل البقاء ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام، هل فعلا في اناس بقوا في اماكنهم؟ وانا اتحدث عن ريف ادلب تحديدا بعد ان سيطر النظام عليهم. يعني هذا سؤال يعني مهم كثير، والنسبة العظمى أكثر من 95% من الناس نزحت، وهذا السؤال هو يعني اللي بينقض وبينصف رواية النظام والموالين والشبيحة أنه بيقولوا نحن جايين لحتى نخلص الناس والإرهابيين والإرهابيين. ليش الناس هربت؟ ليش الناس طلعت؟ ليش ما الناس عم تبقى؟ ليش هي الناس شفناها عم تنزح بطريقة مهينة وبطريقة بأقصى درجات، مع هيك نزحة، مع هيك الناس عم تمشي مشي، لأنه عرفاني إنه هو ما سيواجهها من قبل هذا النظام وغاية السادية والوحشية بلغت درجة لا يمكن تخيلها. ربما يكون في تصفية ميدانية من قبل ميليشيات إيرانية، ربما يكون في عمليات تعذيب واعتقال وتحقيق وتجنيد في صفوف إجباري في تجنيد صفوف النظام. يعني فضلهم فضلوا الموت جوعا وبردا وعلى أن يبقوا ويقتلوا على يد النظام، على البقاء وعلى ما ينتظرهم. وإلا لو كانوا عرفانين هدول المدنيين هن ناس لا هون ولا هون، وكان عرفانين إنه هذا ما رح يواجههم هذا النظام بكل هذا الكم الهائل من التوحش والانتقام، اللي كانوا بقيوا يعني حتى على الأقل كبار السن كله عم ينزح، فهذا هو بينصف رواية النظام من جذورها على الإطلاق. ولهيك نحن بنشوف إنه النظام هو حقيقة تحول لأقرب لشيء مافيا، لأنه مثلا عمليات القصف على معركة النعمان وعلى سراقب هي ما أنا عمليات قصف على خطوط الاشتباك، لا، تدمير للمدينة بشكل شبه كامل، مثل جروزني وأعظم من جروزني، هيك البراميل عم تنزل، الصواريخ، شفنا تدمير متعمد لمشافي ولمدارس وحتى لأبنية مدنية. وللأسف كل ذلك يجري أمام نظري العالم المتفرج. فضل عبد الغني أشكرك شكرا جزيلا.